السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا للفيديو الرابع في السلسلة ديال لي فيديو على لو تيكست ارغومونطاتيف. فهاد لا فيديو غادي نشوفو، دونك غنبقاو مع لانتروديكسيون المقدمة، وغادي نشوفو بعض المنهجيات باش نكتبو لانتروديكسيون، وغنركزو خصوصا على كيفية طرح السؤال، كيفاش نطرح لا كيستيون، لا بروبليماتيك، الإشكالية. المنهجيات اللي غنشوفو اليوم غنشوفو منهجيات اللي كتعلقو خصوصا بلو بلون سامبل، يعني تكست اللي كنعطي فيه وجهة نظر واحدة. الوغ فاش كنتكلم، غنبدا بالسوجي واللي كنتكلم فيه على واحد لو فينومين، واحد الظاهرة، او ان كومبورتمون، ولا واحد السلوك اللي هو نيجاتيف، كيبان لي انه يكون سلبي. الوغ ممكن نبدا نوتخ سوسيتي، المجتمع ديالنا، و الا كنتكلم على شي ظاهرة عالمية كنقول نوتخ موند، العالم ديالنا d'aujourd'hui, le hali de l'homme, connaît la propagation, يعرف انتشار, de plusieurs phénomènes, العديد من الظواهر. Parmi ceux-là, من بين هاد الظواهر, on trouve, نجد, وكتعطي الظاهرة اللي عندك، يعني كنقولوا هاد الظاهرة اللي تكون في الغالب سلبية. La violence, العنف, l'émigration, الهجرة, l'exode rural, الهجرة القروية, l'émigration clandestine, الهجرة السرية, le recours au crédit, le jeu les crédits, le corod, la mendicité, les yetsasawul, la superstition, ou le khurafa, ou le shawada. Ensuite, je vais vous dire point, quand en effet, bilfel, beaucoup de personnes, bzaf dinas, recourent, yeljaouna, à, kelchoul had dahira, kelchoul l'unf, kelchoul l'hijra, le crédit, le shawada, etc., pour trouver des solutions à leurs problèmes, bachil kawhulul, le machakil dialhoum. D'abord, on trache ce sual. À ce propos, fi hada sadad, on se pose la question suivante. في هذا الصدد نطرح السؤال التالي، وغنطرح السؤال، نتمنى ان هاد الانتروديكسيون تكون مهم مفهومه وغتنفعكم. يعني كما كنقول، هاد الانتروديكسيون، هاد المنهجيه، راه ما كتجيش مع اي سوجي، يعني كاين عندي بزاف ديال المنهجيات، 10 12 منهجيه، وخاصني كل منهجيه نعرف نوظفها على حسب السوجي اللي عندنا. ما كايناش شي انتروديكسيون ولا شي منهجيه اللي غتجي مع لي سوجي كاملين، هذه ما كايناش، هذه مستحيله. راه نطرحوا السؤال دابا. راه ممكن نقولوا سو كومبورتمون ايتيل ريزونابل، هذا السلوك واش هو عقلاني، يعني لا فيولونس، العنف، لو جو لي كريدي، لا مونديسيتي، التسول، ou bien ou ممكن نقول ces personnes ont telle raison، واش هاد الاشخاص هما على صواب، يعني هاد الاشخاص اللي كيلجؤوا لهاد الظواهر. ممكن نقول quelles sont alors les causes de ce phénomène، شكون هما الاسباب ديال هاد الظاهره ديال العنف، الهجره السريه، الشعوذه، التسول، etc. ولا ممكن نقول quelles sont alors les conséquences، ولا ممكن نقول شكون هما les conséquences، شكون هما النتائج، الآثار، les effets de ce phénomène، ديال هاد الظاهرة. ولا quelles sont alors les solutions، شكون هما الحلول pour combattre ce phénomène، باش نحاربو هاد الظاهرة. أو ممكن يكون عندي quelles sont alors les causes، شكون هما الأسباب، et les conséquences، والنتائج de ce phénomène. وممكن نزيد quelles sont les causes et les conséquences، شنو هما الاسباب et les conséquences، النتائج et les solutions، ou الحلول de ce phénomène. دونك كنطرح السؤال اللي بغيت، ولا على حسب السؤال اللي تعطاني في السوجي. ممكن هما يقولوا لي عطي لي كوز، ممكن يقول لك باغ اكزومبل عطي لي كوز ديال هاد الظاهره، غتكتب quelles sont alors les causes de ce phénomène. ممكن يقولوا لك عطينا لي كونسيكونس، غتقول دونك quelles sont alors les conséquences. ممكن يعطيوك تعطي لي كوز اي لي كونسيكونس، ممكن غيطلبوا منك الراي ديالك بصفه عامه، غتعطي سؤال من هاد الاسئله. نتمنى ان هاد المنهجيه الاولى تكون واضحه. كان شي حاجه ما واضحاش، نتمنى تخليوها لي في التعليق، باش الفيديو اللي جاي ان شاء الله غيكون على منهجيات اخرى نتدارك فيها الا كان شي حاجه ما مفهوماش، شي خطا. الوغ دابا ندوزو فاش غنتكلم على واحد لو فينومين، واحد الظاهره، ولا واحد لو كومبورتمون، واحد السلوك اللي هو بوزيتيف، ايجابي، اللي كنعتقد شي ظاهره كنعتقد ولا الاغلبيه كتفق انها ايجابيه. الوغ غنبدا بعباره باغ اكزومبل اي لي كوميونيمون ادمي، من الاكيد ان شي حاجه اللي معترف بها، متداوله بين الناس، يعني اي لي كوميونيمون ادمي كو، من المعروف ان، ولا بيرسون نو بوني كو، لا احد ينفي ان، لو ترافاي، كنتكلم على هذيك الظاهره ولا السلوك الايجابي، لو ترافاي، ان العمل، لارجون، المال، الانترنت، او بيان لو فواياج،
شنو كنقول من بعد جو ان رول تري امبورطون دون نوتر في، كيلعب دور مهم في الحياه ديالنا. فاش كنتكلم على العمل، على لارجون، الانترنت، لو فواياج، كنقول جو ان رول تري امبورطون دون نوتر في كوتيديان، كيلعب دور مهم في الحياه ديالنا اليوميه. سان لوي، بدونه، يعني الانترنت ولا لارجون ولا لو فواياج، لا في دوفيان، الحياه تصبح اما غتقول ديفيسيل، صعبه، امبوسيبل، مستحيله، ولا مونوتون، ممله. بوان. بار كونسيكون، نتيجة لهذا، هنا الطريقة باش غندخل بالسؤال، غنقول النتيجة ديال هذا الشيء، ملي قلت أن تكلمت على هذا السوجو، قلت أنه مهم في الحياة ديالنا اليومية. نو دوفون بوزي، يجب علينا طرح بليزيوغ كيسيون، عدة أسئلة، باغمي ليكيل، من بينها، أون، واحد السؤال، سومبل يبدو دون كروند بيرتينونس، عنده أهمية كبيرة. هاد لا فراز هادي، يعني فراز طويلة، هي باش كندخل السؤال هنا، فاش ممكن نستعمل هاد العبارة، فاش كتكون واحد يعني لانتخودكسيون ما لقيتي ما تكتب فيها غتجيك قصيرة بزاف، كتجي هاد لابارتي، هاد ليكسبرسيون، كتعطيك أن لانتخودكسيون كتولي فيها ثلاثة أربعة ديال أسطر. دابا السؤال، كيلز سون لي زافونتاج دو ترافاي، ما هي الإيجابيات ديال لو ترافاي باغ إكزومبل، ولا لو فواياج، السفر، ولا الإنترنت. يعني هنا كنطرح السؤال، ملي تكلمت على ان هنايا جو ان رول تري امبورطون دون نوتر في، هاد الظاهره ولا هاد السلوك كيلعب دور مهم في الحياه ديالنا، السؤال غنطرح شكون هما الايجابيات، شكون هما لي زافونتاج دو، وكتعطي هاد السلوك ولا الظاهره، فواياج، ترافاي، ليميغراسيون، اتسيتيرا. كيل رول جو، او طرح السؤال الثاني، كيل رول جو، اش من دور يلعب الانترنت، لو فواياج، اتسيتيرا، دون نوتر في، الحياة اليومية ديالنا، وغتعطي هاد الدور اللي كيبان لك نتايا. او بيان كيل سون لي زافونتاج اي لي انكونفينيون، ممكن تقول كيل سون لي زافونتاج الايجابيات اي لي انكونفينيون السلبيات، باغ اكزومبل ديال الانترنت، حيت الانترنت عنده دي زافونتاج اي دي انكونفينيون. دونك ممكن نتكلم في السؤال الاول، ممكن نقول غير لي زافونتاج، ولا كيل رول الدور اللي كيلعبو، او بيان كنقول كيل سون لي زافونتاج اي لي انكونفينيون، وممكن نطرح سؤال واحد نقول فيه كيل سون لي انكونفينيون، شكون هما السلبيات دانترنيت، دو فواياج، دو لا سوبرستيسيون، اتسيتيرا. نتمنى ان هاد المنهجيه الثانيه تكون واضحه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي يكون على المنهجيه اللي غنستعملو في لو تيكست ديالكتيك، بلان ديالكتيك، يعني لو تيكست اللي كنطرح فيه جوج ديال الاراء متناقضين، يعني الراي والراي الاخر، ولا سكون ابي اون فرونسي لا تيز اي لانتيتيز.